أول شيء بداية بحب أعمل مقدمة صغيرة. اللي نحن اللي أنا حقوله مش معناتها إنه معناتها مكرس وخلص وكأني عم بفرضه على اللبنانيين. أنا كلامي اللي عم بقوله بعد فترة من البحث ودراسة الموضوع طلعنا بهالنتيجة. بعد المسار ما انطلق كما يجب ونحن بعد مفتوح المناقشات مع صندوق النقد الدولي. هاي واحدة. تاني شيء نحن تعودنا بلبنان ملوك تضيع الفرص. بكفي نضيع فرص. هيدي فرصة أمامنا. اوعى إذا ضاعت هي مشكلة كتير كبير. الشغلة التالتي بقول لك بصراحة إذا قدرنا نعمل هذه الإصلاحات أنا بعتقد بأقل من سنتين لبنان بيرجع بينهض وبيرجع طبيعة وبيرجع جاذب للاستثمار وللودائع في لبنان. هاي واحدة خلصنا. هيدي المقدمة أعطيتك إياها. نجي على خط التعافي. خط التعافي نحن بعد مباحثات مع صندوق النقد الدولي لفترة أشهر من أشهر من الزمن توصلنا معهم لاتفاق ما يسمى ستاف أجريمنت، اتفاق موظفين. اتفقنا معهم على هذا الاتفاق. هذا الاتفاق عبارة عن شو؟ هذا الاتفاق بيحط لك هالقطار الترين على السكة. الترين بعد ما انطلق وبعد ما رسم مساره 100% وما رسم المحطات اللي حيوقف عليها. نحن بعدنا في البداية لينطلق الترين لحتى ينطلق هذا القطار ليبلش انطلاقه في خطوات تمهيدية أو استباقية يجب أن يقوم بها لبنان. يجب أن يقوم بها لبنان من الآن أقصى حد آخر حزيران، وإلا اجتماع تموز المنتظرين يتمم اتفاقنا مع البنك مع صندوق النقد. لا بعد شهر. إذا اتفقنا نحن راح شو بده يعمل لبنان بشهر؟ لا بده يقر مشروع الكابيتال كنترول والسرية المصرفية والموازنة 2022 ويلحق إذا في مجال. إذا نحن أرسلنا أو طلبنا من مجلس النواب يقدموا اقتراح إذا ما قدرت أنا أودي كمشروع قانون بطلب من دولة الرئيس أنه حدا من النواب يقدم اقتراح قانون لخطة الطوارئ لهيكلة المصارف. هدول أربعة منكون نحن تممنا واجباتنا. دولة الرئيس هولي كلهم فينا نعملون بشهر؟ إذا ما فينا نعملون بشهر يعني كيف؟ يا حبيبي باليونان لما صارت سبعة أيام بقي مجلس نواب مع الحكومة مجتمعين مجلس نواب ليل نهار خلصوا كل القوانين. نحن لو كنا يونان ما كان صار فينا هيك. يعني صار فينا يونان أكثر منا. بس اليونان في عنده اتحاد أوروبي مع أكثر منا وفي بلد وفي بلد ما عنده كهرباء منهوبة وصار له 30 سنة ضايعة. كل اللي عم تقوله إذا حطينا إيدنا بإيد بعض نحن كلبنانيين فينا ننشل هذا الموضوع وفينا نرفعه هذا الموضوع. بالمعنى أو إذا بدنا نقول بالواقع بالتفسير أو بالكلام الواقع والمنطقي، هل بشهر قادر مجلس النواب يعمل كل هالمشاريع يلي في مين؟ ما في موجودة المشاريع عنده مش يعملها بس بده يناقشها إنه يناقشها حولها على لجنة المال وعلى اللجان المشتركة. 100,000 خلاف وخلاف حولها، هل قادرين بشهر يتفقوا ويقروها؟ يا عال إذا ما 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 في إذا في خلاف، الخلاف اللي بيكون يقترحوا البدائل ويقترحوا اللي بدهم اياه. بس لازم نعمل شيء. اذا ما نعمل شيء ماذا لو ما نعمل من هلا لاخر حزيران او لاول تموز؟ شو بيصير تموز؟ بنكون روحنا اجتماع الصندوق النقد المفروض انه يكون بتموز باقرار الخطه كامله. ما بعرف اذا بيرجع بيجتمع لايلول كل 3 اشهر يعني ما بعرف او كل شهر بنكون روح. بس انا حاطط قدامي هدف انه بتموز تكون شهر جولاي تكون شهر 7 خالص عندنا الموضوع ومقدم. خليني ارجع لخطة التعافي. بالجلسة كان في وزراء اعترضوا اللي هني وزراء أمل وحزب الله والوزير عباس الحلبي وحتى قال انه ما اخذ برأيهم. كان في فوضى بالجلسة. كان في شو ردك على هذه الاعتبارات؟ مهم انه اقرت بالجلسة واقرت هي مظبوطه. بس الناس قالوا انه هاي الخطه ما بتضمن مصلحه البلد ومصلحه الناس والاموال. خليني اشرح الموضوع اذا بتسمح لي اني اشرح الموضوع. انا قلت نحط الترين على سك ولكن بعد ما انطلق الا ما يمشوا هدول البراير اكشن الخطوات التمهيديه او الاستباقيه المطلوبه. ولكن نحن بعدما اقرت هذه الامور نحن في عنا أربع أمور استاذ جورج هي من يخدها بعين الاعتبار للحل مع صندوق النقد الدولي اللي أنا حطتها. وبتمنى كمان الحكومة القادمة برئاسة أي رئيس وزارة أنه تكون هي عم نمهد له وتكفي أو تغير. صغار المودعين كبار المودعين المصارف
الاقتصاد بشكل عام. هدول الأربعة، هالأربعة مسارات بتتنعمل بعد ما ينطلق الترين. يعني بيجي بقول على صغار المودعين، إذا صغار المودعين ما كنت أنا عامل كابيتال كنترول، لكن لما أقول للصغار المودعين أعطيتكم مصرياتكم كلها تحولت لبرا، كيف بدي خليها سنتين لأرجع شغل اقتصاد البند الرابع؟ كابيتال كنترول هو ضرورة اليوم لكي ينعمل لحتى حافظ على المال. بس كابيتال كنترول بالصيغة اللي تقدم فيها يتعدل. كابيتال كنترول كان في لجنة مثل هي وصية على كل شيء بهالكابيتال كنترول، هي اللي بتسمح وهي اللي بتفتي وهي اللي يتعدل بما يراه المجلس مناسبا. بس كابيتال كنترول تحويلات للخارج لا تحول الا عند الضروره ولمؤسسات معينه، هيدا عنوانها. مثل سريه المصارف، سريه المصارف نحن مقدمين قانون، نحن بعتناه، انا بعته مشروع قانون على مجلس النواب يمكن 10 12 صفحه. هي شو هي؟ كل من يتعاطى العمل العام ترفع عنه سريه مصرفيه. بس دوت رئيس بس هيدا ما هو مجلس النواب يناقشوا، بس ما مجلس النواب ناقشوا بوقتها الكابيتال. هل كان نقاش انتخابي وشعبوي هيك وصفته انت؟ انا هيدا بس هن قالوا، بس هن قالوا لا هلا عنده مصلحه الناس. تعال هلا يرجعوا يدرسوه ويقدموا هن ما يروه مناسبا، نحن عملنا وجبنا يتقدم ما هو مناسبا. صغار المودعين اول شيء قلت لك صغار المودعين، بس قبل صغار المودعين بدي ناقشك يعني ليش انتم عملتوا هالكابيتال كنترول بشكل انه كل شيء مناط بلجنه معينه، وهذه وهذه اللجنه يا استاذ جورج هي عزوقه. نحن دخلنا على المجلس النيابي على الفنا الحكومه كابيتال كنترول كان بمجلس النواب وكانوا عم يتناقش بمجلس النواب باحد الجلسات بمجلس النواب لما كان مقدم اقتراح قانون من من من, من النواب في احد الجلسات اللي عم ينقال فيها قال وقف احد النواب وقال يا حضرة الزملاء نتمنى التريث بإقرار كابيتال كنترول لحتى نشوف شو ملاحظات صندوق النقد الدولي عليها. يا حكومة رجاء جيبي لنا الملاحظات. جبنا الملاحظات وديناهم ليبقى ماشي اقتراح قانون، قالوا لا هذا نزل علينا بالباراشوت، بدنا نحن اقتراح، بدنا مشروع قانون. استرد وقبلنا بالمجلس الوزراء مشروع قانون حولنا على مجلس النواب يدرس. يعني نحن من فتنا في اقتراح قانون، ما نحن اللي عم نسبب هالموضوع. طيب بس بدي كفي لك على الموضوع المهم. عندنا صغار المودعين، نحن بس لتاخذ فكره هدول الاثنين صغار المودعين وكبار المودعين، عندنا بالمصارف 2,400,000 حساب لا اشخاص يعني يلي يعتبروا صغار المودعين. لا 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 عندنا 2,400,000 حساب هول كله كله، ويعني ولبنانيين ومغتربين ومغتربين واجانب كله صحيح 2,400,000 حساب. اوكي نحن كحكومه ايه بس قديش قيمتهم؟ عم ناخذ قيمتهم بحدود ال 104 مليار دولار. نحن كحكومه عم نجي نلتزم بمليونين و194,000 حساب ملتزمين بدفعهم 90% 2,194,000 حساب نحن ضامنينهم بالكامل. العالم لو بتعرف كيف عم ينعمل هالمشروع، اذا راح روحنا الفرصه 2,194,000 مضمونين بالكامل. بس دولة الرئيس مضمونين كيف؟ باي صيغه؟ باللبناني بالدولار كل واحد على مراحل، على سنه، على حسابه، على على, على على دولار مضمونين بيبقوا له بالدولار. الحكومه اللبنانيه ضمنتهم لا يسحبوا الا 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 مبالغ معينه شهريا لفتره سنتين، وبعدين بسنتين بنشوف يا بنجدد يا بنكون اقتصاد عندنا صار الناتج المحلي صار الميزان التجاري يعادل بعضه فينا نسحب مليونين ومية ومليونين ومية وأربعة وتسعين ألف حساب مضمونين من أصل 2,400,000 أوكي مضمونين إنهم ياخدوهم بالدولار بالدولار فريش دولار فريش دولار إف الاتفاق المعمول 2,194,000 حساب بس بروح ياخذهم فريش طيب شو حكايه ال 100,000 دولار؟ 100,000 دولار مضمونه، اول 100,000 دولار مضمونه، اول 100,000 دولار مضمونه عند الكل. يعني اذا انت 150 بتاخذ 100. هلا هون بصغار المودعين لحظه بس ال 100,000 صغار المودعين اول شيء قديش سقف حسابهم بيكون؟ يعني صغار المودعين عندك 100,000 دولار هيدا الحديث بيت ابدو عندك يعني مليون بيت مليون 190 لهن لحد ال 100,000 دولار هن صغار المودعين صحيح هن 2,194,000 الاتفاق